وفدي كسعود دولة قولت كونفرق البيت سوماليا أو كسقنا ديغان كايدينونا إقوال كباي أيا كورمير كالدون كسمي غوبو كالدون ديغان كاسي وفدقني أيا إندين كسمي حالة أمني ديغان كايدينونا إقوال كباي وزير كوانك وزارة أمنيك دولة قولت كونفرق البيت أيا شيغي إن حلغني أي واحد باتا إسان كجرن ودوينك داتكونا أي مركران يسرا كيشبا وفدقني أيا أمهد علي سراكيش عيدان كا نصدح حد ويبا إلهي كما هذا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويبا إلهي كما هذا يعني نونا دقان كدين نونا يونا بوغشك كوينا ون أكو صعد وزارة أمنيك أو نكور قلاو أمنيك معنا إن إني أو أمن شيء في اللي دينونا إيسي أسكرتية تقاب شيء إيو انضغن جدكم مين مركور مين مركور إني وريري سازرادية إني ونسي هذا كورنا وانا هنقا ذكورنا يا نكور قلاني إن شاء الله بإذن الله تعالى شهادة كويكون بلاوني وأنا مرور بنسي وذان كويكا دينونا دينونا كوينا دكان كان دينونا سدا أو إن شاء الله هدي لهي نبدأ دي لهي مدور نبدأ دي لم بيسوي لهي كأمان سدا وأنا مرور بيبا لهي كتوغانا لم بيسوي لهي سكبدأ دي نمكان أو عقوه جكسة انقرايا نفتي شو باقو يوم كدراي إني إيو أمود سكور عفان أو من الرأي سكور انقرايا أو إباتايا إني سكور عفان يباقو يوم كدران tankan lamaad webba meelun goobin gujeeday saraakiisha iyo ciidamada militaryga qaybta iyo ku qaadeen sidii iyo onka sidii iyo madaray xoog ku qaadeen oo dadkan ninka nadiifiyay oo onka kooyni waan ka maasiin in istaagalka bulshada meel badan ka seeni oo istaagalka bulshada oo degmooyinkan oo ku qoban madaray eridan degmada gobolka bay degmooyinka meel badan seeni saamala suubiyani waan webba rajaynaa in tan laga hadoona si wada doona insha Allah deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay ayaa tiro dhowr jeer ah waxa ka dhacay weerar isdaba joog ah oo ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya Maxamuud Cabdi Raadiyaha Telefishanka City Jowhar